الفضل كامل كيعود لهذا الاختيار ديال الحلبه بدل المدير ديال الحلبه. اذا معكم عبد السلام العبادي نجم ميكروفون ذهبي بمدينه عرج، يعني امين قرواش هو المدير ديال هذا الحلبه ودير هذا اللقاء ودير هذا السباق اللي غيتكلم معنا. الامين قرواش بطل سابق ومدرب ديال عده انديه، هو اول عداء كيفوز ببطوله العالم في الصين سنه 1994 فئه الصغار. انا اولا انا فرحان، انا فرحان كتعرف فرحان بزاف. تقريبا 27 سنه وانا غايب على الميدان، ولكن مي جاوا الاخوان وقصدوني وجاوا قال لك خصك توقف معنا وتشجعنا وقفت معاهم والحمد لله. فهمتي الحمد لله، مي كنشوف هاد الدراري وكنشوف هاد الشباب وكنشوف هاد الطاقات انا فرحان بزاف. وتلاقيت مع اصدقاء يعني المده ديال 30 سنه ما تلاقينا مع بعضياتهم، وكنشكرهم على الحضور وكنشكر الاخوان المشاركين اللي شاركوا معنا كاع كلهم، وشكرا.